كل قواتنا الأمنية عملت باحترافية، لم تحمل السلاح وكانت هي هذه النقطة. احنا شفنا الكثير من القوات الأمنية كانت تشارك في المواكب ولم تحمل السلاح وهذا أعطى انطباع جيد لدى الزائر. هذه نقطة تحسب للقوات الأمنية. أحسنتي، والدليل على ذلك أنه هذا أيضا يعتبر من تخطيطنا. لا نريد أن نفرض أجواء العسكرة في الزيارة الأربعينية. أعطينا للزائر حرية العمل، حرية الاختيار، حرية الحركة، وكنا بجانبه قريبين منه. طبعنا أكثر من 300,000 بوستر. طبعا الأجهزة الأمنية كلها مشكورة، الحشد الشعبي كان له الدور الكبير في طباعة هذه البوسترات، وباقي الدفاع، الداخلية، الأمن الوطني، خلية الإعلام الأمني كانت أيضا طبعت، قيادة العمليات المشتركة طبعت أيضا بوسترات. هذه وزعت كلها بالمحاور. هذه أيضا انطت للزائر الحقيقة دعم، وانطت إلى ثقة بالنفس أنه القوات الأمنية قريبة منه. الإشاعة، وما حاول البعض أن يلعب على هذا الموضوع أنه الإشاعة وسلوك الإشاعة، أيضا هذا كان إلى عمل الخاص عن طريق ما بثينا من إمكانيات وقدرات، خصوصا من جهاز الأمن الوطني اللي استطاع أن يستوعب كل حالة تصير، وأيضا قسم الإشاعة في وزارة الداخلية.